في كل زاوية من هذا المكان بقي ظل جبران يتمشى في البيت الذي أحبه ويسكن في تفاصيله. رحل لكن كل شيء بقي كأنه لم يفارق. كنا كتير نحب نقعد هون كمان حد الشمينة، وخاصة بهالوقت بقى، بس إنه كمان صعب الواحد إنه بيت فترة ما فوت أقعد هون. أكيد اشتقت له يعني، والولاد أكتر شيء. بتعرفي أوقات بحس يعني بتضايق أكتر شيء صراحة قد ما الولاد بيكونوا متضايقين. وبعد 6 سنوات على غيابه، في جعبة سهام الكثير من الأخبار تحكيها لجبران. يعني أول شيء بحب أقول له إنه ولاده صاروا يعني بالفيرست جريد بالمدرسة، بعقده بالمدرسة بيجوا الأهل أو بالأعياد أو عيدهم بتحسي بيسألوا إنه وين بينا، إنه بدنا بي، بيسألوا عنه، بيلاقوه هيك بشوفوا صوره إنه بيلاقوه حلو، بدهم هيك، بدهم يسمعوا صوته، بدهم هيك وجوده حدهم. يا ريت كان هون تيشوفهم ويشوفهم كيف عم بيكبروا وقد كان يعني عطانا وعطاهم، وهذا شيء كثير صعب. لم يتسنى لجبران أن يرى ناديا وجابرييلا تكبران، هما اللتان لم تعرفاه سوى في صورة نادرة جمعته بهما. جبران. Who's جبران؟ My dad. Where is جبران؟ At the sky. At heaven. What do you want to say to your dad? Nothing, I just want him to be here. Dad, I miss you and I'm 6 years old. وكما كل الأولاد، أرادت ناديا وجابرييلا أن ترويا لوالديهما خناقاتهما الصغيرة لأنه يراهما من حيث هو. Sometimes she fights with me. No, I'm not. Yes, she is. No, I'm not. ومن القلب قبولات لوالد رحل دون أن يرحل. ما. 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 ما.